سنتعرف في هذا الفيديو على نظام الاستشعار الذي صممته تويوتا للحفاظ على سلامة السائق والركاب. نظام الاستشعار الخاص بالسلامة يساعد على تخفيف تأثير الصدمات التي من الممكن أن تتعرض لها السيارة والركاب عند وقوع حادث في ظروف القيادة العادية لا قدر الله. صمم النظام للعمل كنظام سلامة مساعد، وهو يعمل على افتراض التزام السائق بقواعد القيادة الآمنة. نظام استشعار تويوتا للسلامة يتكون من مستشعرين: مستشعر راداري موجود خلف الشبك الأمامي، ومستشعر كاميرا موجود على الزجاج الأمامي. يستخدم النظام هذين المستشعرين لتشغيل مجموعة من الأنظمة: نظام ما قبل التصادم PCS، نظام التحكم بالسرعة عبر الرادار الديناميكي، نظام التحذير من الخروج عن خط السير LDA، نظام الشعاع العالي التلقائي AHB، لضمان عمل أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة على أكمل وجه، راعي التنبيهات الاحتياطية التالية. للمحافظة على المستشعر الراداري، احرص على نظافته ونظافة الشعار الموجود على الشبك الأمامي. استخدم دائماً قطعة قماش ناعمة للتنظيف كي لا تعرضهم للخدش أو التلف. لا تثبت أي ملصقات أو كماليات على المستشعرات حتى لو كانت شفافة. لا تفكك المستشعر الراداري أو شعار الشبك الأمامي، وتجنب تغييرهم أو طلي المنطقة المحيطة بهم. للمحافظة على مستشعر الكاميرا من التلف ولضمان عمله بشكل سليم، احرص دائماً على نظافة الزجاج الأمامي. تجنب تركيب أي ملصقات أو هوائيات أو مظلات شمسية أو أي أجسام أخرى على الزجاج الأمامي. لابد من استبدال الزجاج الأمامي عند خدشه أو شطبه. تجنب تعريض المستشعر للبلل أو للإضاءة الساطعة. تجنب تغيير مكان أو اتجاه المستشعر، ولا تقم بتفكيكه أو تعديله أو أي من الأجزاء المحيطة به مثل المرآة الأمامية وحاجبات الشمس. تجنب وضع الأجهزة الإلكترونية ذات الموجات القوية بجانب مستشعر الكاميرا. عند اتساخ أو تلف العدسة، راجع وكيل تويوتا. في حال الحاجة إلى تفكيك أو تركيب أو استبدال أو طلاء المستشعر أو الشبك أو المصد الأماميين، راجع وكيل تويوتا. في حال تعرض المستشعر الراداري أو المنطقة المحيطة به لصدمة قوية لا قدر الله، اطلب من وكيل تويوتا فحص السيارة.